ما عندك ما تقرأ، ما عندك ما تكتب نهار كامل وانت تمشي وتجي في السلول. الغناء يفرض نفسه باش انت تأكد لنفسك انه آدميتك ما زالت قيمة الذات، وانه ذاكرتك ما زالت هي هي، وانه ما زلت قيد الحياة. رضى علينا يا لمي ما قرانا مظامين، نستناه في العفو يجينا من 76، نستناه في العفو يجينا من 76. أنا في الحقيقة نشعر بأسف كبير ياسر كي رأى جزء كبير من الأغاني التراثية في تونس وقع إهمالها وما تمش الاهتمام بها كما ينبغي، ومنها الزندالي اللي هو جزء من تاريخ تونس. الزندالي اللي هو في نيرالا جزء كبير من المواجع متاع التوانسة في نيرالا، لأن الزندالي كان يمثل الوجيعة متاع السجون والوجيعة متاع القهر والوجيعة متاع اللي توا يقولوا الحجرة في نيرالا. زندالي نسبة إلى الزندالة جذور الكلمة تركي على ما يبدو، والزندالة هي كل بيت طويل من حيث الطول وعرضه قليل، هذه تسمى الزندالة، واللي هي كانت في السجن. وبعد عنا سجن كامل اسمه سجن الزندالة في تونس، وإليه ينسب هذا النمط الغنائي، يعني هو غناء وألحان وأصوات وأهزيج قيلت داخل السجن. كانت تسمى في ثلاثينات القرن العشرين بالزندالي، وارتبطت بصنف آخر الأغاني هو أغاني الربوق. الربوق اللي هي مراقصة مهيجة للوجدان، لها مضامين اجتماعية، لها نفس طبقي. المرجع الرسمي المؤثر في تاريخ الموسيقى التونسية واللي هو كتاب الأغاني التونسية للصادق الرزقي يشير إلى الزندالي بالكثير من التسفيه والتحقير فيه، يعني برشا التحامل. يقول هو مجموعة من أغاني السوق التي لا تتورع عن البذاءة وهي منحطة في أخيلتها. هاي التحامل ما نجموش نفهموه، يعني وهالتحقير وهالتسفيه تجاه ذاك الغنائية هذه، خاصة وأن الزندالي كان حمال بجماليات سمعية، نحكي غنائيا وموسيقيا. غناء السجون في نيرلا كان يمثل وجيعة الشعب. غناء السجون كان يمثل الوجيعة متاع الشعب وألام الشعب والمعاناة اللي تعاني فيه الشعب، وكان أقرب شيء للشعب. الزندالي هو لون يدافع على الشريحة اللي تبنته اللي هما المساجين، فهي تعطي وجهة نظر معنا كل حال، ولكن الأهم من وجهة نظر أنها شاهد على تطورات التاريخ وعلى الانقطاعات. الأغنية السجنية والأغنية الشعبية نقلت هموم الحياة اليومية في جانبها السياسي، جانبها الثقافي، جانبها الاجتماعي، وتكاد تكون مرآة صقلية تعكس الحياة اليومية. الزندالي هذا كما الغناء القديم الكل في نيرلا فيه بعض الأغاني سواء الزندالي ولا غيرها كان يمثل فترة معينة. مثلا في الدولة الحسينية ما بين القرن 18 و 19 الزندالي كان حاضر من خلال نص غنائي اللي يظهر في سجون البيات. نص الغنية يقول اللي عنده مال تجيه الرجالة من عند الدولة الطماعة يبيعوا ويشروا بالالاف، واللي ما عنده مال يهبط معروض في القطعية.
فالقطعية تعكس النظام الغذائي المترذي للمساجين في تلك الفترة، والغناية تتناول حقبة تاريخية اللي يعني كانت شاهدة على الإجحاف الضريبي للبيات على المواطنين. من أغاني الحبوسات فما أغاني يمثلوا فترة من فترات العصر في تونس. فأثر دخول الحماية الفرنساوية عام 1881 والمعاهدة المشهورة معاهدة باردو واللي لقات استهجان كبير في الأوساط الشعبية، يجب أن نذكر أن الفئات العامة عارضوا معارضة شديدة للاستعمار الفرنسي، وفرنسا وجدت مقاومة كبيرة في صفاقس والجنوب التونسي. ثم بعض الأغاني راجوا اللي هما فيهم رفض الدخول الحماية من طرف الشعب، ومنهم الغناية ذي: مرت البي قالت يا ناري، مرت البي قالت يا ناري، الجينيرال تخلل داري، الجينيرال تخلل داري، تفرج يا وفي وفي صغاري. تعتمد هذه الأغنية السجنية مبدأ ينسحب على الكثير من الأغاني السجنية الخاصة والعامة والشعبية هو السخرية. كان من الكبائر أن نهاجم البي ثم نتحدث عن زوجة البي، وهي من نوع الخطاب المزدوج مع الكومبوزيت، من ناحية فتح البي لتخذله، ومن ناحية دعوة أخرى ضمنية لكي يقاوم البي والنخبة السياسية الاستعمار الترابي. الأغنية السجنية جزء منها كبير هي تاريخ للنضال بتاع الشعب بتاعنا، ولكن ثم جزء اللي هو بعد شعبي يحكي على معاناة الشعب واللي ما يهتموش به المؤرخين، ما يهتموش باش يسجلوه. المصدر الأساسي والثمين للشعر الزندالي هو الرواية الشفوية، واللي هي في حالة اندثار. أنا أعطيك مثل بتاع شاعر زندالي كبير ما يعرفه حتى حد، هو صالح المثلوثي، هذا من الحنشة، سجن لأنه قاوم فرنسا فنفي في غار الملح إلى أن توفاه الأجل في 1902 يبدو، تاريخ غير ثابت، وترك مدونة كاملة هي مدونة الصالحي المثلوثي هذا، اللي يتحدث عن سجنه، عن الغدر الذي تعرض له، عن الخيانة، عن فرنسا وممارساتها الاستعمار، لأنه عارض الاستعمار خاصة الاستعمار الزراعي في جهة الحنش. من الثابت أن الصالحي المثلوثي كتب أشعار زندلية، والأشعار في عمقها فيها تمرد كبير وفيها كم من الجرأة أن نواجه بها البي ومركز السلطة باردو. يقول: يا باردو راك مصدت، ويا بي مكثر هبالك، سيب الصالحي من الحبس، هو حر ماهوش مالك. هذه الأشعار تداولت وأصبحت شائعة بين الناس، فيها اللي كان حاضر في الذاكرة الشفوية، وفيها اللي دولته بعض الكتب اللي طعنا بالتراث. لكن ثم زاد أشعار اللي ارتبطت بسياقات المقاومة ضد المستعمر، اللي بقات وكأنها ميراث جدودي، وكأنها ميراث تتناول العائلات ما بين بعضها من خلال التلقين وحلقات الحكي في السهرات الليلية. خال بابا اللي اسمه محمد الخوجة، وقت اللي هزوه مكره للجيش وقام بعمليته هو، معناها مكره هنزل كذلك، وهرب من السجن بسلاحه وكذا، وشدوه وحكموا عليه بثلاث سنين معناها في أشغال شاقة. ممكن طلع الغناية ذي مع أصحابه، كلمات جاب كلمات ولحنهم في الوقت هذاك. الأغاني هذه ارتبطت بنمط وبقالب باش يتميز. أولا الألحان هي ألحان حزينة وتثير نوع من تلهب العاطفة في اتجاه الحسرة والألم. والكلمات هذه بالتلحين متاعها اللي نقلته على عمتي، خاطرني مانيش حاضر، عمتي هي اللي جابت ملا اللحن وجابت الكلمات، وتقول: يسير علي العامين، يسير علي العامين، والثالث ما لقيت له حين، يسير علي يا ديني ديني، والقرى جتني في الجيني بلا وبيوش. الزندالي كيف ما أرخ البدايات الاستعمار وكان حاضر من خلال سياقات المقاومة، فإنه زاد سجل حضوره ما فيما بعد 1956 وظهور ما يسمى بدولة الاستقلال. ف
في الجنوب الشرقي بتونس وتحديدا بجزيرة جربة ظهرت غناية اللي راجت برشا. الغناية تقول خلقي مولايا، عرفتها وانا صغير وكانت في المناسبات الأغنية هذه معناها يغنوها نساء الكبار هني، وتأثرت بها وهي متاع المرحوم عم محرز بركلة غناها وقتها في الصراع اليوسفي البرجيبي وقت التجن. في العهد هذا كان تاع الإقامة نتاعو حضر معناها أغنية على إقامته في السجن مع مدة الإقامة نتاعه والكل، وحاول مرة من المرات كيفاش خرجت وتزرعت معناها عند العائلات كلها بما فيها الناس حتى أنهم أصبحوا معناها فهمتني يترددوا فيها في كل المناسبات. يا ليتني عصفور بيني بيكم وتهزوا شويه متثقل معايا شيات عيني الخالقي يما وشاب راسي يا لندرة ما زال نشوفكم يا ناسي واذا المنيه وصلت هاك خلاصي قدام ربي نشوفكم حدايا شيات عيني الخالقي. انا ماذا بيا نعيش بكيفي في حريه. في بدايه القرن العشرين اليهود هما اللي اشتهروا في نيرلا بالفن والغناء الفن الموسيقي في نيرلا، وكانت حتى العائلات يجيبوا فما فرق يهودية منهم فرقة القنطرة وغيرها في نيرلا، وهما اشتهروا بالزندالي. فما غناية الشيخ العفريت يا فاطمة بعد نوكدوا الغصة، الغناية هذه في الأصل ترجع لشخص اسمه قدور النغاوي من حي الطابق من مرسى، هو سجين سابق من نهاية القرن 19 أوائل القرن العشرين، كتبها داخل الحبس ويحكي فيها على وجيعته على خاطر مرته بطول المدة وليت ما عاش تجيه لوين اكتشف من بعد أنه حارس السجن عرس به وتسمحها تردد في كل الزنازين وفي كل الأقسام السجنية إن كان في برج الرومي أو حبس النظور أو السجون المعروفة في تونس. يا فاطمة بعد النكد والغصة، يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروحون المرصى، يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروحون المرصى، يا فاطمة بعد النكد والكشرة يدور الفلك ونروحون الدشرة، يتقابلوا لأصحابه يا بشرة باللي جران وفيك ليس ننسى. من أشهر المغنين اللي غناوا الزندالي في فترة الثلاثينيات هو صالح الخميسي، عنده الفرادي من الطيبين عملوا ليما، عنده غنية بودفة شبحتنا وما خصتني كان منا. يمكن نتحدث على صالح الخميسي عدا الحركة اليوسفية على أساس أنه أول سجين رأي في تونس. لماذا؟ لأنه حاول يقلد في بعض الألحان بكلمات فيها نقد للسلطة، جاب الهم وجاء في بلاصة جاب النصر وجاء، والسلطة ما كانتش مستعدة أن تستسيغ مثل هذا الكلام. صالح الخميسي أحد رواد حركة تحت السور الثلاثينية، يعني كان عايش حياة بوهيمية، والحياة هذه اللي ورطته في بعض التجارب السجنية اللي انهل منها من بعد
وأسكنها أغانيه، لأنه مروره بالسجن أكسبه يعني نوع من السخرية السوداء. نشوفوها حاضرة في برشا في برشا أغاني غناها، كما أنا عمري ما سكرت، وكما يبو دفش بحتنا. دفش بحتنا وما قصتني كان منا، بودفش بحتنا بودفش بحتنا وما قصتني كان منا. هم قالوا حبس تحبش تتغدى وتلبس، هم قالوا حبس تحبش تتغدى وتلبس. الكل من مال الرئيس، الكل من مال الرئيس، الله يحبس من بنا. الغناية فيها نوع من التمجيد الكاريكاتوري للسجن، واللي هو في الحقيقة المراد به عكس ذلك يعني. فتتغنى بالعز اللي شافوه في الحبس على حساب الحياة الواقعية اللي هي كانت حياة يعني ضيم وبؤس وتشرد. ولكن في حقيقة الأمر ظروف السجون التونسية منذ نشأتها كانت كارثية. الدخول للحبس يعني ساعة سبقوا إقامة أنا شخصيا بثلاثة أسابيع في مقرات سلامة أمن التراب وقتها. ثلاثة أسابيع معنى أقل من الحيوانات. بعد ثلاثة شهور من في الزنزانات، يعني جحيم زنزانات أمن الدولة أعرك الله، التعذيب والقمع وإلى آخره، نقلونا كملة الأبحاث، هزونا للسجن. بالطبع بعد الإجراءات الإدارية والتسجيل وإلى آخره رميت في زنزانة. زنزانة غريبة، احنا فسقنا مع القيادات السجن المضيق، حطونا جناح العزل. يعني لما تدخل إحساس بالاختناق وجهك مباشرة، تلقى صمت مطبق وتحال على زنزانة من الزنزانات وتبدأ فيها حياتك. الزنزانة طولها 3 متر وعرضها أقل من 2 متر. الزنزانة بكلها كانت غريزاتر هكا، معناها شوية من برشا من الوساخ وشوية الطبيعة متاعها، فضاء ما تحسش ليه نهاية، وثم الشباك الفوق يهبط هكا باش ما يشدش فيه، شباك صغير ما يدخل منه شوية ضوء. والتساؤلات تبدأ تأكل فيك، لأنه حتى واحد ما يقدم لك حتى شيء من هالعالم هذايا، حيث تحس نفسك نمالة في كون، تحس نفسك صغير وصغير الحجم. يعني الحبس يحرمك من حاجة مهمة في الحياة، وفي ممكن أحلى سنوات عمرك. السجن ده عالم آخر، يعني خاصة احنا الإسلاميين يعني ما تعذبناش مدة التحقيق ولا الاستنطاق في وزارة الداخلية في الكهوف تاع الداخلية برك، يعني حتى في السجن كانوا يوميا معناها يعاقبونا، يوميا يهزونا للسلونات ويضربونا. الشيء اللي يجمعنا كمناضلين هو الحريات. مثلا من الحاجات اللي توا افيك لو ركول اكتشفنا اللي احنا اذا كان ثم حاجه للمو على بوركيبه هو انه ما ثمش ديمقراطيه. هذه برك نجم نمشوا عليها الحبس ما يسالش. السجن المضيق يخليك تشتاق اشياء انسانيه للغايه، صوتك، انك تسمع صوتك، ومن هنا تبدا تغني وحدك او تبدا تقرا في الشعر وحدك. يا من ما انا ما انا ما انا ما انا ماني. في بدايه السبعينات مع مناضلي حركه بيرسبكتيف اليساريه ظهرت نوع من المعارضات الغنائيه التي لم تلتزم يعني بالصراع ضد النظام، وانما كان فيها تناول للحياه اليوميه لهؤلاء المساجين داخل الشامبري 17. À l'époque, il y a l'un d'entre nous qui a dit « Au fait, si on faisait une chanson, pas sur nous, pas sur nos belles intentions, mais sur la 17. » Donc, on a demandé
aux gens qui composeraient la chanson d'éviter trop les slogans, l'héroïsme et tout, et de raconter, enfin de faire une chanson qui soit sur la 17. الغرفة 17 هي أكبر غرفة في جناح العزل. في سنة 72 بعد الإيقافات الكثيفة وكذا في فبراير 72 في المعاهد وفي الكليات متاع الجمهورية الكل انتهت القضية إلى تجميع 30 اعتبروهم هم المشوشين الأبرز والأكبر وكذا. واحنا لما وقع اعتقالنا وادخالنا لهذه الزنزانه شهدنا فيها حاجات تشهد على ان هذه الزنزانه كانت تحمل العديد من الذكريات الاليمه، وكانت تحمل ذكرى لعديد المساجين والاطياف اللي مرت به. ماهوش من قبيل الصدفة أنه اختيار اللحن المرافق للأغنية اللي ألفوها يكون الحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن اللي لحنت قصيدة لشاعر ألماني اسمه شيلر اسمها إيمنا لاجوا، والأغنية فيها احتفال بالحياة الإنسانية، وهذا يتعارض ربما مع الصورة القاتمة على السجن واللي هو فيه حمال يعني لمواجع ولكم هائل من البؤس. إلى نموت قدر الله دفنوني في ديسات، وإلى نموت قدر الله دفنوني في ديسات، والماشي والجاي علي مريفيزو للفيات، سياسة كبيرة سياسة صغيرة حتى من زانو مجات، دفنوني في التركينة وين ما يبايس بن يحيى، بلاد التقاش وبن خدر تقعد في دني حيا، واكل بلدي يا ربي خرجوا وعدوا في الاريا. الغرفة 17 بسجن 9 أبريل بتونس العاصمة كانت حاضنة لأولى أجيال مساجين سياسيين بتونس، مروا عليها مساجين من الدستور، من حزب الشيوعي التونسي، وحتى من الفلاقة. في سهراتهم وفي مسامراتهم كانوا يتغنوا ويكتبوا الشعر، وعنا دليل على هذا الشيء من خلال جريدة سرية اللي كانت يعني تصدر ما بين 52 و 54 لقيناها في أرشيف جورج عدة اسمها جريدة النكتة. هاي الجريدة اللي كانت وقتها تتباع بالسجائر، وكانت الاشتراكات تتم فيها بالسجائر، وكانت تتأرخ للحياة اليومية اللي هي المساجين هذوما اللي غير الشان السياسي كانوا يكتبوا أشعار وكانوا يغنيوا وكانوا حتى يعملوا حفلات داخل الغرفة 17. فما في مذكرات المساجين السياسيين معناها خاصة مذكرات فتحي بالحاج يحيى مثلا، يتحدث كيفاش وقت لي تهبوا على السجن المركزي في 9 أفريل معناها غيوم الظلام عند المغيب، ويقول وتأتي لحظة من السكون عند جميع المساجين، وفجأة من أحد الزنازين ينطلق صوت شجي ليذكر المساجين بأنهم ضحايا. حابسين عدو يا العالي، حابسين عدو نوك يا العالي. أصوات محشرجة معناها أغاني كلها ألم وحسرة، وكأنها نوع من البكاء، لكن موش بكاء لأنه يطرب في نفس الوقت، يفرهد كي تسمعه البكاء يفرهد عليه يبكي، لكن الغناء بتاعهم يفرهد عليه يسمع. علاش الراجل فيك يتغان يا حبس؟ واحد يبدأ مضام بصفة خاصة فيغنيه له، وعامة هزان الترق يبدأ بمقدمة، والمقدمة عامة فيها اللوعة وفيها الحسرة. خلي نشم نسامها ورود البيت، نحكي ما دسيت عالكل اللي صار لي من غير صواب، عالكل اللي صار لي من غير صواب. أنا كيف نردد الأغنية اللي كتبتها
واللي من خلالها تقع عندي تجليات وإحساس بألم مفرط لا يمكن التعبير عليه إلا من خلال الأغنية اللي تغنيت بها وكتبتها. السجن المدني هو عبارة على أوركستر كاملة، أنواع الكل، تسمع أغاني من شتى المناطق. وأنا هذه الأول مضرب، أول حاجة يعني صدمتني، لكن بشكل هي اكتشافي للأغنية. وما كانش عندي فهم للظاهرة هذه بعد لكن كنت نحس بمعاناة الناس وصوتهم. الحق العام كانوا محرومين من الجو ومن الشيخة. نهار قروا أنه يعملوا غناء على وضعيتهم، على خاطر ثم غناء متاع فرحة ومتاع شيخات، لكن زاد يحبوا يغنيوا شوية على همومهم، وبدوا يكتبوا ويلحنوا، تلقاها مشتركة. السجون ما كانتش فما آلات موسيقية باش يغنيوا، كانوا يستعملوا الجميلة ويستعملوا التيوس ويستعملوا الكف نيرلي. والإيقاع متاع الزندالي هو إيقاع سريع وإيقاع حزين، فكانوا في نيرلي إيقاع سريع وحزين في نيرلي متاع ألم. هذا الأصل متاع الزندالي. احنا كنا ننصت إلى ذلك أولا لفهم شنو نوعية الغناية، لفهم الكلمات باش تترسب، وباش نفهم وشنية الظروف اللي عيشوا فيها، لأنه في عالم السجن الغناء هو مكونة أساسية من مكونات الحياة السجنية اليومية العامة. الأغاني أغلبها لو كان نشوفوا الأغراض تريد أن تبين أنه هؤلاء المساجين هم ضحية، أما ضحية قضاء غير عادل أو ضحية قضاء وقدر بالنسبة لهم لم ينصفهم. استناه في العفو يجينا من 76، نستناه في العفو يجينا من 76، كيف خرجنا يا لمي مال شرف فلسطين، كيف خرجنا يا لمي مال شرف فلسطين. يطلع صالح الفرزيتي اللي بنسمع باسمه عمري ما ريته ويغني الاغنيه نتاعو، معناها يوم وقتش العفو يجينا. ففي الليلة ذيك معناها ما تصورش شنو الحس الألم والفرحة. في الوقت ذاك كانوا معايا مساجين سياسيين منهم مجماعة اليسار، كتبت وقت ارضى علينا يا لميمة رانا مضامين، نستناو في العفو يجينا من 76. اللي قلت يا لميمة راني ضخمتها أنا كلمة أرد علينا يا لميمة، أما هي في الأصل أرد علينا يا برقيبة رانا مضانين. وقت اللي عملتها أنا في 76 وغنيتها وليت لي مشاكل مع السلطة، سيسوها وتهموني زعمة كوم كوا زعيم سياسي، وأنا ماني سياسي. أنا اخترت اسم صالح فرزيت والكسوة الدنقري معناه باش نوريهم اللي أنا إنسان راني مانيش طالب جاه ومانيش طالب كرسي ومانيش طالب حد شيء، إنسان كاد أخدم على روحي. بنية جديدة ورا الأفريكا سموها التفتيشات، يا حليل اللي عامل عاملة ومشغال. ارضى علينا يا لميمة تكاد يعني تكون أشهر أغنية زندالي، اشتهرت يعني داخل وخارج السجن، لأنه كانت فيها مفردات التمرد ضد الحاكم، ضد السلطة، الأوساط الشعبية في ذلك الوقت. يعني كانت ساحة خصبة للصدام مع البوليس والتفتيشات والحاكم. في الأغنية السجنية مثلا في الدول التي عرفت الاستبداد السياسي مثل تونس مثلا، دائما نجد فيها إذا حتى قمنا بمعالجة كمية تكميمية لمضامين الأغنية نجد أن
الأشياء التي تتواتر أكثر هو الحاكم هو من له السلطة السياسية أو الاقتصادية. تكلمنا يا لمي ما دور على الكيتوس البريغاد تتبع فينا حتى البرد فرانس البريغاد تتبع فينا حتى البرد فرانس. في فترة من الفترات كان البروفيل متاع سفير الأغنية السجنية والشخص الذي خرج لتوه من السجن والمحمل بتراث الزندالي كانت عنده يعني بصمة خاصة وكان عنده حضور خاص. كانوا يعتزوا بأنفسهم في ميرلا وعندهم طقوس خاصة، طقوس في المشية وفي اللباس وفي القعدة وفي اللبسة. فهذه فنحن كي نغزلوا له هذا يا ماركة زندالي. حتى في العريس كيف كانت يعني تحضر أغاني الزندالي ولا المزود، كانت هالناس هذوما عندهم رقصة مميزة من خلال استعراض عضلات الصعد واستعراض يعني الصدر كي من هكا من غير أن تدور الحزام. لأن الزندالي هو في نيرالا يمثلوا هما الرجولية زعمة في نيرالا، والرجال ما كانوا يشطحوا بحزاماتهم، نساء تشطح بحزاماتها، فكانوا يشطحوا بكتافهم، ومعروف كيبدأ يشطح يبدأ لابس الزنار في نيرالا ويشطح بكتافه، حزامه ما يتحركش جملة واحدة. الزندالي شهر ياسر وراج ياسر في الأوساط العمالية، في الأحياء العمالية اللي يعني نشأت في الفوبوغ متاع تونس، على تخوم مدينة يعني تونس، على هامش النسيج الحضري داخل تونس. ظاهرة المزود انتشرت بالأساس في سبعينات القرن العشرين تزامنا مع أفول بريق التحديث وكل المطامح التي رفعتها ربما دولة البناء الوطني والاستقلال، مع انتهاج الليبرالية، فيجب أن تبتكر العامة تعبيرها بديلة. المزود يعني كتعبيرها هامشية لقى أو استأنس بتعبيرة أخرى التي تماثله بمعنى الهامشية والتهميش اللي هي الزندالي. والناس راهي تحب الغناء اللي مش الغناء الرسمي، الغناء الرسمي تاع الإذاعة الوطنية ونتاع إذاعة صفاقس ونتاع التلفزيون الوطني، وثم فنانين رسميين مرسمين، لأن الناس تحبش هذوك، الناس تحبوا الفنانين. ما نجمش نقول لك هامشيين ولا حاجة، مش الفنانين المتبنين تهم الدولة، المتبنين السيستم. مثلا الموسيقى الشعبية كانت تطرب الناس، في حين أن الموسيقى العالية مثل مألوف كانت تثير الملل والرتابة. هذا الذي ما بدا العذار بخلقه، هذا ما دعا مثلا إلى إرسال وفد إلى مؤتمر الموسيقى العربية لتطوير الأغنية العالمة، ولكن في قراءة أخرى لصد هذا الهجوم بين ظفرين لثقافة العوام، الشعر الشعبي والأغنية الشعبية. الرشيدية مثلت يعني توجه موسيقي معين اللي ما كانش يلزم العامة، يعني العامة كانوا في ذلك الوقت أقرب ياسر من التعبيرات الهامشية الشعبية اللي تلقى حضورها في الذاكرة الغنائية السجنية، اللي تلقى حضورها في الزنداليات. يعني في السبعينات كانت هناك سياسة ثقافية تقصي كل التعبيرات المناوئة للمركزية الدولانية، معناتها اعتبار أن الدولة هي تبتلع المجتمع، وبالتالي الثقافة الوحيدة هي الثقافة الوطنية. باش نحكي لك على التناقض نتاع بورقيبة. يا سيد يا سياد يا حبيبي بورقيبة الغالي، باش بالمزود يا رايس الرياس يا منجينا، باش
بالمزود والذكرى على خاطر فيها المدح، انا ما نمدحش، هما ما يحبوش، شطح لهي الناس، ما لهيش الناس، علاش مش في الناس انت؟ كان هذا الأسلوب لا يدافع عنه بورقيبة فقط، بل كل النخبة السياسية بكل مكوناتها، خاصة أن مجال مشاكسة السلطة السياسية انتقل من مجال الهزل والنكتة في أربعينات القرن العشرين أثناء الفترة الاستعمارية إلى مجال الأغنية الشعبية. الزندالي فيه زوز مواضيع، فما الموضوع الأولاني هو أغاني تتكلم على ذات الشخص فقط، فهمني، وما حس به الشخص، وفما أغاني أخرى عامة تتكلم على عامة التوانسة وعلى عامة الشعب. فما الأغاني السياسية والكثير من المساجين السياسيين إما أنهم ألفوا معارضات غنائية أو أنهم ألفوا أغاني سياسية اللي فيها جانب كثير متاع تحميس وتغني بالثورة وبإسقاط يعني الظلم وما إلى ذلك. فما الغناء الخصوصي، قلنا مجدة اللي هو باندي وعنده غناية خصوصية ليه، كما في القبيلة عندها شاعرها، الباندي عنده مريديه وعنده غناية وعنده مقر، عنده غنايته كما عنده جزء جانب من هويته، هذيك مكونه من مكونات الهويه نتاعو. ومجدة خش حباس الناس غصبا على الشيفان، غصبا على الشيفان محوني، ونحكي لكم يا ناس بهمومي ومومي ما تنسى. من الاغاني اللي تشهرت معناها مثلا هي الاغنيه التي تتحدث عن هذا الشخص مجدة، مجدة معناها قد تكون شخصيه واقعيه وهذا اكيد، وقد تكون شخصيه تخترعها الخيال، ولكن في وسط الاغنيه هذه اشخاص حقيقيين. محمد فرحات الوكيل العام للجمهوريه والذي كان الرئيس بورقيبه يكلفه بالمهام الصعبه نتاع تكييف التهم، او 5 سنة وتحكموا وبعد المال اللي خسروا بوه والمال اللي مشى، والمال اللي مشى وتفيا على وكيل الجمهورية محمد فرحات، محمد فرحات وعضادة والناس اللي حكموا بزيادة ورفعت الجلسة. ذكر محمد فرحات هو دليل على استشاطة المساجين متاع الحق العام من شخص محمد فرحات اللي أضر بالقضاء سياسيا وخان مبدأ العدل. قضايا المساجين باختلاف أطيافهم تمر عبر السيد هذا اللي هو محمد فرحات، إضافة لأن المغنى واللحن يهز العواطف ويهز يعني الأكباد، يهز الناس المتألمة جدا معناها. قولوا لها مجدة مربوط يعني في سكرات الموت، أو قال لك إجا تل علي، ويا لا لا مجدة وصى وخلاها وصايا شرعية، اللي مروح شور بلادي سلم علمته ما بيا. أغاني هذه نتاع السجن جات مع مجموعة من شباب جبنيانة تجرؤوا معناها في السبعينات على نظام بورقيبة وأصدروا منشورات معناها في الشوارع وكتبوا على الحيوط، فتم سجنهم. المهم المجموعة هذوما كي خرجوا جابوا معاهم أغاني اللي سمعوها في السجون، وكانوا يتحلقوا بهم العباد ويسمعوا الاغنيه هذا ويطربوا له، ورغم انه اغنيه يحكي على العذابات وكل شيء الناس كانت تشطح عليه. ثم جمله من الاغاني اللي احنا بدنا نحفظناها وكتبناها معناها سجلناها وسالنا على الاصول نتاعها، وعندما تسمعها تلقى وراها معاناه حقيقيه. من تونس تمحى وتنحى بعد اللي يخدم وضحى، الدوز فيكون ف والدوزن فيكم فان الرومي
ونحكي لكم يا ناس بهمومي وهمومي ما تنسى. غنية قالوا مجدة اللي اشتهرت داخل الحبس يعني كانت حاضرة كيما مع مساجين الحق العام، فإنها تقريبا حاضرة مع كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تاريخ تونس. نلقوها حاضرة مع اليسار، ونلقوها زادة حاضرة مع الإسلاميين اللي زادوا عليها إضافات تقول بالله يا حبس الناظور راني جيتك باش نزور، وإن شاء الله ما نبقى، إن شاء الله ما يبقى ويعجل اللي قاعد على الشعب يدجل وتقوم الثورة. وهوني يقصدوا به يعني رأس السلطة وقتها اللي هو زين العابدين بن علي. كان النقد بتاع الأغاني بتاعنا كان نقد عالي فعلا. كنا نغنيه مثال كأغنية مجدة، كنا نروحوا بها على أنفسنا يعني مش خايفين، والحمد لله والله قد ما طالبين السجن ما حسيناش، ما حسيناش توا احنا توا معناها في العهد الحرية ذي وكذا، نقولوا كيفية الواحد صبر 7 سنين وعشر سنين وستة سنين، كيفية كيفية الصبر ذي. الأغنية السجنية هي ظاهرة كلية يعني بعلم الاجتماع، ظاهرة اجتماعية كلية، ان فينومين سوسيال توتال يعني يحمل أبعاد كثيرة. للأسف الشديد ما وقعش دراستها وما وقعش الاعتناء بها. إذا هي أغنية سجنية لكن ما زالت مسجونة، مسجونة من الذاكرة، الذاكرة إلى حد الآن ما زالت تسجن هذه الأغنية، وحتى من يتحدث عنها وكأنه ينظر له نظرة استنقاص، معناه الحال أنه هو تعمق في وجه آخر من وجوه المجتمع، أنا نسميه قاع المجتمع. ثم فرق بسيط ما بين مساجين الحق العام ومساجين السياسيين اللي غنوا أو كتبوا أشعار زنداليات. مساجين الحق العام ما لقوش الفرصة أنهم يدونوا إنتاجاتهم، فبقات يعني سجينة الذاكرة الشفوية، هذا من جهة. المساجين السياسيين كان عندهم حد أدنى من الوعي أنهم يعني بادروا بإنقاذ الذاكرة من الغرق، فبادروا بالتدوين والكتابة والحفظ. ثم زاد برشا كتابات شعرية داخل السجن، نذكر منها لنوري بوزيد اللي عنده بعض القصائد اللي كتبها داخل السجن من وحي المحنة متاعه، تغنيت وتلحنت في جملة من الأفلام متاعه. مولود على التراب الحامي، كبرت مع الجبال، بوك من حجر همامي، أمك أحن موال، لين روضوك لين مرضوك لين نزعوك الهبال، لين عينوك حمال لين وسموك بالجام، ربحت حروب الغيرك وركبوا فوق صهيلك وشقوا بيك أجيال. بوك من حجر همامي، أمك أحن موال، بوك من أحجر همامي، أمك أحن موال، لنمرضو لنروضو لنمرضو لنروضو لنسعوك الحبال، لنعينو حمال وربحت حروب الغير وشكو القصائد اللي كتبتهم في الحبس، فيهم اللي يحكي على الحبس، فيهم اللي يحكي على المجتمع التونسي، لكن وجودي في الحبس أعطى صبغة للقصائد نظرة للمجتمع مختلفة. يعني ثم كالمرارة كالتعذيب كالوجع، والكلمة استعملتها برشا أنا في القصائد. كنا نتغنى للتعبير على الألم المحيط بنا واللي ما نستطيعش أن نعبر عليه بصورة أخرى إلا هذه الصورة من خلال كلمات نكتبها أو ألحان نتغنىها. مومون دوني لي شانسون ان تي ان سانس ان تي بو ديفيرونس سي كان دان لو بابيون سيلولير اون امني دي ديتنو بوني. Et en général, les détenus punis étaient d'abord tabassés dans la sreffa qui précède l'entrée du pavillon. Et nos camarades ont décidé de faire cesser ça. Alors chaque fois qu'il y avait un bruit indiquant un tabassage, ils se mettaient à chanter. وماشي البيت اثنين خبزة ما تكفي مربوط دجاجة في 70.
وين المساجين يلغنوش الوين لا حقوق ولا عدالة الاثنين مفقودين كان الكربق والمشتى والسيلون هبطين يعني هذه كنا نعبروا بها أنه مثماش لا حقوق ولا عدالة كان الضرب وكان السيلون 10 أيام تبدأ في شورت عريان من فوق ومن لوطة معناها كان شورت وتبدأ بيت على السيمان. الوظيفة الأولى بالنسبة للمساجين السياسيين هي التعبير عن الصمود وعن الممانعة وأن وجودنا في الاعتقال ما كسرش فينا لا حبنا للنضال ولا حبنا للوطن ولا استعدادنا لمواصلة هذا النضال. شنو لا ريزيستانس ايتي دون لي جين الي دو سوا دونك شانتي سيتي با لا c'était pas la résistance, c'était une manière de passer le temps. الصوت هو الحاجة الوحيدة اللي تنجم توصل. الأغنية هي اللي توصل وتربطك بالعالم الخارجي. والأغنية هي اللي بالأغنية تقتل الزمن لأن السجن هو يفك منك أوقات من حياتك. يا حبس يعطيك زلزال يا حبس يعطيك زلزال تجعل حيوتك خراب. أكيد اللي ثم خيوط تربط الغنايات اللي صاروا في الحبس كل وربما وكان نكتب توا نحاول نكتب ما نكتبش كيما كتبت في الحبس. ثم طابع يعطي الحبس أنك أنت حتى العالم أنت اللي تشوفه مختلف. كان تخزر للريبرتوار بشكل تاريخي متاع أغاني السجن تشوف أنه هو جانب أساسي من ثقافة البلاد حبينا ولا ما حبيناش. لماذا؟ لأنه الريبرتوار هذايا فيه عملية الخلق والإبداع ماهوش ستاتيك ماهوش جامد. زندالي هو شكل من أشكال الثقافة المضادة اللي تم إنتاجها داخل السجن لأنها حملت تعبيرات المهمشين واستبطنت واستوعبت في خطابها وفي مضامينها شحنة من التمرد ضد السلطة. الزندالي متنفس وتابع تراثنا ولازم نحافظوا عليه على خطر الناس اللي في الحبس هذوك ما جاوش من المريخ. الأغنية السجنية هي تعبر على أنواع الوجع الكل اللي تمر بها البلاد. الزندالي بقى حاضر من خلال أغاني رواجها اليوم هو إثبات على انتصارها الجمالي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نشوف أنه الزندالي انتصر يعني تاريخيا إلى تاريخ المغيبين والمهمشين والهامشيين فكان في الآخر وشمة مواجعة وكان حكاية مواجعة متاع التونسي المظلوم أيا كان من الحق العام ولا من السجين السياسي من الوعي وإلا من غير الوعي. أرضى علينا يا لأمي ما رانا ديما أولادك أرضى علينا يا لأمي ما رانا ديما أولادك يا أمي ما يا عزيز علينا الليلك حسادك يا تونس يا عزيز علينا الليلك حسادك يا أمي ما يا عزيز علينا الليلك حسادك يا تونس يا عزيز علينا الليلك حسادك.